لكل من يعمل بمجال التجارة الإلكترونية أو لديه فكرة لمشروع تجاري يريد بدء تحقيقه والعمل به، فهو عبارة عن شخص مبادر. ولكن للأسف ليس الجميع ينجح بتحقيق ما يسعى إليه. وفي هذا الفيديو سأطلعكم على 3 عوامل تفرق ما بين مبادر ناجح ومبادر فاشل. مرحبا، أنا رضا عازم من كامبوست أكاديمي، خبير في مجال التجارة الإلكترونية. لا يهم أين ولدت أو ما رصيدك في البنك عند بدء مشوارك في المبادرة، وإنما المهم هي طريقة تفكيركم. العامل الأول هو مبادر ناجح يفكر بطريقة متفائلة وعقلانية. وما أعني هو، على الرغم من كل الحواجز الموجودة داخلنا مثل التفكير بالفشل، فمبادر ناجح يفكر دائما في النجاح، والفكر هذا يؤدي إلى حركة، وهذه الحركة تجذب للمبادر أشخاص حولهم لديهم أفكار شبيهة لأفكاره. مثال قنوات اليوتيوب التي تعلم أي مجال مثل قناة أكاديمية كامبوست. لو لم تبادر للعمل بمجال أنت تبادر بعمل بمجال التجارة الإلكترونية، لما تعرفت على القناة وعلى الأشخاص الذين يأخذون وقتهم الخاص للمشاركة ومساعدتك للنجاح في مشوارك. العامل الثاني هو تغيير طريقة تفكيرنا. كل مبادر ناجح لديه طريقتان للتفكير من أجل تحقيق النجاح. ولكي ننجح يجب أن نعرف متى الوقت الملائم للتبديل بين الطريقتين التفكير. طريقة التفكير الأولى هي العقلية الثابتة، أو ما يسمى بالإنجليزية الفيكس مايندسيت، وهي عبارة عن تفكير ثابت ويركز على هدف معين. لسبيل المثال، إذا بدأت العمل بمجال معين وبعد حين واجهتني صعوبات معينة في هذا المجال، هل سأنتقل لمجال آخر؟ لا، في هذه الطريقة سنبقى متزمتين في هذه الطريقة وسنواصل طريقنا التي قد بدأنا منها. لذلك تفقد المسار حتى تصل إلى الهدف الذي حددته لنفسك. أما الطريقة الثانية من التفكير وهي عقلية النمو، الجروث مايندسيت في الإنجليزية، وهي عبارة عن أفكار متغيرة سوف تساعدك في إدارة مستمرة ويومية لمشروعك التجاري الخاص بك. على سبيل المثال، في البداية اعتقدت أن ما هو مطلوب للعمل بمجال الدروب شيبينج هو إعلان أي منتج من موقع علي إكسبرس أو أمازون. أعلنت منتجات ومرت فترة ولم يحصل أي بيع على الحساب، ومن ثم أعلنت منتجات أخرى وبعد فترة أيضا لم يحصل أي مبيعات، ومرة ثالثة ولم أنجح ببيع أي منتجات. كمبادر ناجح عليك تغيير طريقة تفكيرك. ممكن أنك لن تعمل بحث أسواق جيد، ممكن أنك لن تستعمل أدوات متقدمة لبحث أسواق مهني ولإيجاد منتجات التي حقا مطلوبة عند المشترين. دائما تعلموا وكونوا على علم بما يحصل حولكم. وإذا لم تنجحوا لا تيأسوا، خذوا نفس عميق وتفحصوا ما لا ينجح لكم وغيروه. العامل الثالث والأهم هو الخوف. يمكن أن يكون الخوف أهم أداة تستعملونها، ويمكن أن يكون أكبر عدو لكم. مبادر ناجح يعرف كيف يحترم الخوف، ولكن لا يصاب بالشلل من جانبه إذا حصل شيء ما. إذا كان هنالك شيء يزعجك، إذا أنت خائف من أن لنفترض المنتجات التي ستعلنها لن تباع، فهذا جيد، لأن هذا هو ما سيجعلك طلب المساعدة من الآخرين وتفحص ما نسيته ورؤية الصفحة عدة مرات قبل إعلانها. لا تعطي الإمكانية للخوف ليكون سبب لشل أعمالك، وإنما ليكون سبب لنجاحك واهتمامك بمشاريعك الخاصة. قبل سنتين بدأت ممارسة رياضة الملاكمة، وبعد عدة أشهر من التدريب وخوضي المنازلة الأولى لي على الحلبة، تعرضت لهجوم من الخوف لا يمكن تفسيره، وقد تسبب في خسارتي في الجولة الأولى من أصل 5 جولات. وكنت على وشك أن أتخلى عن التدريب الذي سيمثل جزءا رئيسيا في أسلوب حياتي بالمستقبل، ولكن بالرغم من ذلك لقد استمريت في ممارسة الملاكمة وتعلمت أكثر، واليوم أستطيع أن أقول أنني أخسر باحترام، بل حتى أفوز أحيانا. كل شيء سببه تغيير الفكر.
وسؤالي لكم: ماذا أنتم تفعلون لتكونوا مبادرين ناجحين؟ اكتبوا لي بالتعليقات أجوبتكم لنتعرف على طرق جديدة. ولكل من لم يشترك بالقناة بعد، أنصحه الاشتراك الآن لمتابعة الفيديوهات القادمة ومشاهدة الفيديوهات السابقة. سأراكم في فيديو آخر.